راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. هل يفعلون في أستانا غير التقاط الصور وتوزيع الابتسامات؟ وموسم العودة إلى حضن الوطن يفتح أبوابه من جديد. أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم السابع، يقدمه لكم محمد الجزار. يمكنكم مشاهدة البرنامج من خلال البث المباشر على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كشفت مصادر عسكرية موافقة الفصائل العسكرية وممثلين عن الهيئة السياسية على الذهاب إلى اجتماع المقرر عقده في العاصمة الكازاخية أستانا بعد اجتماع مع وفد روسي وتركي مطول. وأضافت المصادر بأن المعارضة ستعقد اجتماعا أخيرا اليوم لتحديد النتائج النهائية في مؤتمر أستانا بعد تلقي وعود من الجانب الروسي بضمانات تركية لوقف القصف والتقدم على ريف دمشق. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي المعارض السوري بسام جعارة، وينضم إلينا من موسكو الأستاذ فيتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي، ومن تركيا سينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة. مرحبا بكم ضيوف أعزاء. أبدأ معك أستاذ بسام، نتحدث عن جولة جديدة من المباحثات في أستانا، ما هو جدول الأعمال ومن الذي سيحضر ومن أيضا من الذي سيوجه الدعوات؟ يعني دعني أبدأ من السؤال الثالث، من سيوجه الدعوات؟ هي موسكو، ولكن لا أحد يعرف لمن ستوجه هذه الدعوات، لا أحد يعرف ما وجدوا الأعمال الأستانة، لا أحد يعرف ما الذي تريد روسيا من الأستانة. بمعنى آخر كل شيء غامض، وعليك أن تأتي المعارضة إلى الأستانة لتفاجأ هناك بما يطرح. خليني أقول التسريبات التي وصلت تقول أن أصرار روسيا على تمثيل الفصائل يتعلق بالجوانب التي سيتم بحثها. الجانب الأهم هو التوقيع المزيد من الهدن والمصالحات، ثم التوصل إلى قرار دمج هذه الفصائل مع قوات بشار لتقاتل بين قوسين الإرهابيين. هذا ما تريده موسكو. تطرح موسكو استدعاء قادة فصائل، وعلى الطرف الآخر تستدعي هي من تراهم يمثلون المعارضة وهم يمثلون النظام قلبا وقالبا. على سبيل المثال قدري جميل اللي بيقول بكل وضوح موسكو تعتبر أن ما جرى في حلب وفر لها إمكانية فرض شروط على المعارضة المهزومة عسكريا، وبالتالي ليس على المعارضة إلا أن تأتي إلى الأستانة وتوقع على صك الاستسلام. أقول استسلام لأنه استسلام بكل معنى الكلمة. الأمر لا يتعلق بهدنة في ريف دمشق أو في أي منطقة أخرى، وروسيا التي يتحدثون عنها كضامن تحتاج إلى من يضمنها. يعني تركيا ضمنت الفصائل المسلحة، ولكن من يضمن روسيا؟ نحن نعرف تماما أن الروس لم يتوقفوا عن القصف بعد إعلان الهدنة، وبالتالي لا نثق أبدا. ولكن الأمر الأهم من كل ذلك هو أن القاتل أو مجرم الحرب، وأعني بوتين، لا يمكن أن يتحول إلى وسيط في الأستانة. بمعنى هو طرف مجرم ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، ولا يمكن أبدا الوثوق به على الإطلاق. من كان طرفا في القتال لا يمكن أن يكون راعيا لمؤتمر. نعم. سيد ماتوزوف رئيس النظام بشار الأسد يقول بأنه مستعد للتفاوض حول كل هذه الملفات أو حول كل الملفات على طاولة أستانا. ما هي دلالات هذه التصريحات وكيف تبدو أصداءها في موسكو؟
الجبنات كلها موجودة بين اللقاء السوريين والسوريين. أنا من الغريب أن نسمع تلك الكلام الذي أنا سمعته اليوم، أن بوتين مجرم، أن هناك روسيا دولة الاحتلال. بهذا المنطق لا يجوز أن يحضروا أي مسالحة، أي مؤتمر التسالح أو حوار، لأن إذا لم يتخلوا عن هذه العقلية لا يمكن أن يتفاوضوا مع الشباب. يجب أن ينسوا هذا الكلام بداية من اليوم. نعم. يعرضون اليوم اللقاء بين قادة الميدان وبين السلطة السورية لكي يتوصل إلى وقف إطلاق النار. مصطفى الشيخ الجنرال الجيش السوري السابق كان على جنب الجيش السوري حر، هو التقى اليوم عدى بتصريح أنه هو ترفض رأسا قطعا يعطي صفة دولة الاحتلال للروسيا. وهذا صحيح، وهو أكثر من هذا، هو يعتبر أن الدور الروسي لازم تزداد في مسالحة، لأن إذا ينطلق من الفكرة دولة الاحتلال أن هذا دولة المجرمة، كيف ممكن نتحاور معها؟ طيب لكن أستاذ إذا هم يحبوا أستاذ متزوف، لكن لازم ينسوا هذا الأبجدية. هذا الكلام ايضا يعني في هذا السياق على موسكو ان تلجم هذه الميليشيات الاجنبيه وقوات النظام التي تقصف وادي بردة، وحتى النظام يعني اذا انت تقول لي انه النظام وهذه الميليشيات ملتزمين بالهدنه، اقول لك لا، النظام يعترف بانه يخرق وقف اطلاق النار. اذا اردت ان فعلا تعمل الان على تسويه سياسيه في سوريا، انك توجد حل، عليك ان توقف اطلاق النار اولا، يعني كبادرة حسنية. طبعاً. وهناك اتفاق موقع من جانب واحد، 80 منظمة المسلحة في سوريا. نعم. والسلطة السورية وقع اتفاقية الهدنة. تلك 80 المنظمة مستعدة يرسل ممثلين إلى أستانا. وهناك الحوار سيكون. كيف يطبقوا هذه الأمور؟ أنتم تطلبوا ضمانات، ضمانات من عمه الذي هو يأتي ويدبر الأمور لكم بديلا عنكم. لازم أن يهتموا بأنتم قبل كل شيء. نعم. الأمور في بيتكم، وإذا هناك ينتظرون نتيجة عمه من واشنطن من موسكو ويدبر أموركم الداخلية، هذا غلطة استراتيجية. نعم. لكي يتوصل إلى السلام، إلى وقف إطلاق النار، لاغتيالات الناس، لازم أن يأتوا ويتفقوا. إذا هناك من جهة واحدة السلطة السورية، من جهة أخرى قادة الميدان والمعارضة السياسية، لازم أن يجلسوا ويحاوروا. ليست روسيا يؤمر، روسيا يمكن أن يضمن. نعم. عندما يتفقوا طرفين، اتفقوا طرفين، روسيا من جهة السلطة، تركيا من جهة المعارضة، مستعدين أن يساهموا، أن يساعدوا لوقف إطلاق النار، وليس ينفذوا أو يفرضوا على هذا. طيب. هذا هو تغيير المفاهيم، تغيير المنطلقات الأساسية. إذا لا يفهموا هذا، أنا أتصور من الصعب أن يأتوا إلى أي قرار المشترك. إذن يعني وكما أفهم من كلامك، مفتوح الباب لمعركة ضد سوريا الإرهابية. نعم. داعش ونصرة خارج، والقاعدة خارج الاتفاقية الهدنة. نعم. ولذلك إذا هم يحبوا أن يقف إطلاق النار، يتخلوا عن نصرة، يتخلوا عن داعش. نعم. يتخلوا عن قاعدة. طيب، وكما أفهم من كلامك أستاذ متزوف بأن روسيا جادة هذه المرة في التوصل إلى تسوية سياسية. بلا شك، من البداية روسيا تؤيد فكرة الحوار السياسي. نعم. سوري، ولكن روسيا لا تنظر على الائتلاف السوري كممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. لا، روسيا تنظر على الائتلاف السوري كجزء من المنظمات السياسية المعارضة. نعم. وهناك منظمات أخرى، وكانت هذا موقف روسي من البداية لحتى اليوم لم يتغير.
نعم أستاذ بسام جعرة، هل تحمل هذه التصريحات، وهنا نتحدث عن تصريحات بشار الأسد رئيس النظام، قال أنه مستعد التفاوض حول كل الملفات، هل تعكس هذه التصريحات جدية بداية بالذهاب نحو المسارات السياسية والتفاوضية في أستانا ومن ثم إلى جنيف؟ لم نسمع يعني مثل هذا الكلام من قبل من رأس النظام بشار الأسد. يعني أولا هو وضع شرطا، قال شرط أن لا يناقش مصيره في هذه المفاوضات، يعني بمعنى آخر هو نسف كل شيء، هو نعم. يريد من الشعب السوري أن يقبل به رئيسا بعد أن قتل مليون سوري، هذا أولا. ثانيا ضيفك وروسيا تقول، كانت دائما تقول وما زالت تقول، أن الشعب السوري هو من يقرر، ورغم ذلك تقرر روسيا من هي المعارضة، من هي القوى المسلحة نعم. التي يجب أن تفاوض. لكن لا يمكن أستاذ بسام، لا يمكن لأحد إنكار هذه المنصات، منصة أستانا، القاهرة، موسكو، هذه جزء من المعارضة. لا لا أبدا 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 أبدا، هذه المنصات منصبتها موسكو، هؤلاء عملاء موسكو، يعني قدر جميل معارض مع التحفظ على الأسماء. أنا عارف قدر جميل 40 سنة. نعم. هو معارض أساسي. طيب. 40 سنة. حزب الشيوعي السوري الذي كان في معارضة. نعم. حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب سيد متزوف، سأعطيك المجال، تفضل يا أستاذ بسام، لكن نعم نتحفظ على الأسماء، تفضل. أولا الحزب الشيوعي لصاحبه الكي جي بي، هذا الأمر يعرفه كل الشعب السوري. ثانيا كل الشعب السوري بيعرف أن أنا يعني ما بدي شخصين القضية وأحكي عن قدر جميل، بدي أحكي عن كل عملاء موسكو اللي نصبتهم مفاوضين اليوم، اللي بده يحل مشكلة هو للشعب السوري، اختار وفدك المعارض، وبقول للنظام اختار وفدك المعارض، ما هو اللي يحدد. ثانيا ضيفك بده يخلينا ننسى الإجرام روسيا في سوريا، يعني بعد كل هذا الإجرام، بعد قتل عشرات آلاف سوريين وتدمير المدن، يريد ضيفك أن نقول أن موسكو حمامة سلام؟ نعم. هذا الأمر لن ينساه الشعب السوري على الإطلاق، وسوف يتم محاسبة هؤلاء المجرمين اليوم أو غدا أو بعد 100 سنة. هؤلاء ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، اعترفت موسكو بقتل عشرات آلاف سوري، دمرت معظم المدن السورية، والآن تريد أن تتحول موسكو إلى حمامة سلام. اللي بتقوله بكل وضوح، هذه المحاولة لفرض الإسلام على الشعب السوري لن تمر، سواء تم عقد اجتماع الإستانة أم لم يعقد. لا أحد يستطيع أن يدعي تمثيل الشعب السوري إذا كان زاهد إلى الإستانة للخضوع للشروط الروسية. روسيا تريد اليوم فرض شروطها بالتسوية. نعم. هي تعرف تماما أنها لا تستطيع أن تنسحب من سوريا الآن لأن الاتحاد هزيمة، ولا تستطيع أيضا الاستمرار. أنا بدي أسأل بس ضيفك سؤال واحد، إذا كانت الإس 400 تغطي 400 كيلومتر كل أجواء إسرائيل ولبنان وسوريا، لماذا سمح للطيران الإسرائيلي كل فترة يسمحون بقصف مواقع طيب هذا سورية؟ هذا ليس موضوعنا أستاذ بسام، يعني لا لا نحن لا 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 الكل لا يعرف لا الكل يعرف أن هناك تنسيق روسي إسرائيلي في سوريا، هذا غير خفي، يعني الكل يعلم بذلك. هذا بيأكد أن روسيا عدو للشعب السوري، سواء بقتلة السوريين أو بتواطؤه مع إسرائيل، لا يعمل حالهم حمام السلام. نعم. رح له كلمتين يفهمهم من الأخير، يتحدث عن منظمات إرهابية، هل هناك إرهابي أكبر من بوتين الذي قتل آلاف سوريين؟ هل هناك إرهابي أكثر من بشار اللي قتل مليون سوري؟ لا يحكي ضيفك عن الإرهاب، إرهاب الدولة الروسي، نحن نتعامل مع عصابة. نعم. تحتهم في موسكو. طيب. دعني بوتين زعيم مافيا. طيب دعني، ولا يستطيع أبدا أن يصف أي طرف آخر. طيب سيد متزوف، في نفس الوقت الذي أبدأ فيه بشار الأسد يعني إيجابية بالذهاب نحو أستانا، إلا أنه شكك في وفود المعارضة وممثليها، ويعني كما يقول الأستاذ بسام أنه حتى موسكو تتدخل، يعني من يذهب من لا يذهب،
وبالتالي يعني على المعارضة هي أن تختار ممثليها. لا أحد يقول للنظام أنه وليد المعلم أو بشار الجعفري، يعني النظام هو من يختار ممثليه، وبالتالي على المعارضة هي أن تختار ممثليها، ليس لا روسيا ولا غير روسيا. طبعا أنا مستغرب أن اتهامات لروسيا، اتهامات للسلطة السورية باختيار مليون سوري، هذا الكلام هذا المجنون. أنا أتصور أن معارضة سورية تحمل القميص الأبيض مع كروات الأسود وكلهم جمال، من هو كان يبادر الحرب، من هو كان يبادر الهجوم الأجانب، من قطع الرؤوس في مسرح تدمر عشرات، ومن كان يقتل المتارنة بحلب، من هو كان يقتل يطلق النار أو يقطع الشاب 15 سنة من عمره الفلسطيني بسبب أن أبوه كان هؤلاء المجرمين. سأعطيك مجالس أستاذ بسام، يا أستاذ بسام، أستاذ بسام لا رجاء سأعطيك مجال كامل للرد. لا ذكروا طيب ذكروا بجازر بشار كتاب على الأطفال طانيات. طيب سأعطيك مجال للرد على كل هذه النقاط، تفضل يا أستاذ متزوف، لكن أنا يعني سألتك سؤال محدد ويا ريت نجاوب على هذا السؤال. سؤال محدد، أنا أقول أن روسيا داخل سوريا منذ سنة ونصف، أربع سنوات ونصف كانت هناك معارك بين السلطة السورية ومعارضة كما يقال. نعم. والمن نجحوا، وهذا نتيجة الحرب، نتيجة الهجوم على السلطة من قبل المعارضة، هذا نتيجة من هذه الضحايا الضخمة من شعب سوري، تدمير وخراب. من هو بدا الهجوم؟ هذا أولا. روسيا دخلت منذ سنة ونصف لكي يوقفوا القتال، أن لا يسمحوا داعش أن يسيطروا ويهيمنوا ويأخذوا السلطة في سوريا. لأن كانت سلطة على وشك، صحيح على وشك الانهيار أمام الضغوطات القوى الإرهابية. إذا ما دخلت سوريا بكرة نحن كنا نشاهد في دمشق أبو بكر البغدادي، عبد الحكيم بلحاج أو غيرهم من أو شيشاني أو داغستاني أو تشريكي. هذا هو السبب الوجود، وقلت له نار ومساعدة السوريين أن يتحاور. من هو يرفض فكرة التحاور؟ من هو ضد لا يأتي إلى جنيف ويشرب بالتزامات أخرى ويرفض الحوار؟ طيب أنت أستاذ أستاذ متزوف، أنت يا أستاذ متزوف ترجع لي على موضوع من هو الذي يحاول أن يخرق هذه الهدنة. أنت هل تستطيع أن تدين النظام؟ هل تعلم يا سيدي أن محافظ ريف دمشق قال سنطهر ريف دمشق من الإرهابيين؟ هذا الكلام أول امبارح، من يومين فقط قال سنطهر ريف دمشق من الإرهابيين. مين اللي عم بيخرق الهدنة إذن؟ أولا إذا يجي حديث عن إرهابيين، وهناك كان معروف أن في ريف الشام هو فتح الشام نصرة، وفي قلمون نحن نعلم جيدا كيف دخلت النصرة إلى المعلولة، كيف دمرت التراث التاريخي للإنسانية. يا أستاذ متزوف، أستاذ متزوف أنا عم أقول لك نصرة، وين هؤلاء الناس؟ أقول لك هم تركوا البلد. أقول لك من يومين يا أستاذ، بس يا طيب أستاذ أنا بسألك سيد متزوف، في قرى وادي بردة لا في لا نصرة ولا جبهة فتح الشام ولا داعش، وكل هذه الميليشيات تحاول أن تخرق هذه الهدنة، تحاول أن تعطل هذا الاتفاق. هذا هو السؤال، إذا هناك أي طرف الفصائل يا من حزب الله يا من غير حزب الله يخرق الهدنة، هذا لازم أن يتخذ تدابير. هناك مركز المراقبة الروسي التركي يمكن أن ينزل ويعالج الموضوع فورا. هذا مسائل تكنيكية، لازم أن يتدخلوا، لازم أن يوقفوا القتال. لا شك نحن ضد استمرار القتال، نحن ضد استمرار الاغتيالات،
ولذلك كل شيء الآن السنة لكي يجتمعوا في السنة كل قادة الميدان من زبداني من حلب من حمص من إدلب، إذا هم مع وقف الاستقرار تعالوا إلى كازاخستان تلتاقوا مع السلطة السورية التي مستعدة أن يلتاقي مع هؤلاء الناس. لماذا نحن نسمع أصوات غير؟ نحن لا نزهر، نحن نطلب إسقاط النظام تناحي بشر أسد. الكلام طابع المضمون. اليوم الطريقة الوحيدة حل السياسي حوار سوري سوري بدون أجانب، بدون أي تدخل أجنبي، ولا روسي ولا تركي ولا أمريكي. أنا بعرف أن هناك هيلاري كلينتون، هناك إيرستون كارتر، هناك روبرت فورد اللي كانوا يعطوا الدفع للمعارضة السياسية. اليوم راحت إدارة الأمريكية بارك أوباما. اليوم نحن نتأمل تيجي ناس أكثر معقلين، أكثر ملتزمين للهدنة، لوقف الإطلاق النار، لضرورة مكافحة الإرهاب. وأنا أتمنى أن إدارة دونالد ترامب يغير موقفه من كل أحداث لنحن نشاهده على الساحة السورية، ويبذل الجهود أمريكية روسية لكي يوقف اغتيالات. طيب. من كل جانب سيد متزوف، لكن سألتك أنهم في كنيسة الأبيض، هذا لا أحد يصدق. طيب. مشاركين في الحرب الأهلية لا يمكن أن يكونوا عندهم كميس الأبيض. طيب أنا سألتك، أنت تقول لا لا لا، يعني لا يريد أحد أن يتدخل، هذه محادثات سورية سورية، وروسيا على كل حال تتدخل وهي من تضع الوفود على كيفها. يعني عندما تقوم هذه المعارضة باختيار ممثليها، تقوم روسيا تقول لا، هذول جماعة الرياض، مؤتمر الرياض، هذول لا يمثلوا المعارضة، جيبونا من منصة القاهرة أو من موسكو أو من أستانا، هؤلاء هم الممثلين الحقيقيين للمعارضة السورية، وكأن موسكو يعني هي من تحدد. فضل يا أستاذ بسام جعرة. يعني هذا الكذب الروسي أنا له أن ينتهي. هو ضيفك الروسي تدخلت لوقف الحرب بسوريا، تأخلت لمنع سقوط بشار الأسد، كان الشباب قد انتهوا من الغاب وماشيين باتجاه الساحل، 4:30 عم يتحدث عنه ضيفك، لم يتوقف الدعم العسكري الروسي، وكل مرة كانوا يكسبوا ويقولوا عقود قديمة. لو كانت روسيا تريد فعلا وقف الحرب لأرسلت قواتها وفصلت بين المتحاربين وأوقفت الحرب، ولكن ما الذي فعلته روسيا؟ دمرت حلب، دمرت دمشق، دمرت المدن السورية. ضيفك عم يتباكى على الآثار، ما هن دمروا المشافي بجربي، دمروا المشافي، دمروا الناس، لم يتركوا أحد، لم يدمروا، قتلوا الآلاف باعتراف الروس نفسهم. منذ أيام كانت هيئة الأركان الروسية تعترف ب 12 خرق للنظام، طبعا زورت هناك أكثر من 237 خرق. ماذا فعلت؟ تحكي ضيفك عن 80 فصيل سوري، بتحكي عن 60 فصيل شيعي إرهابي. حسب الله أصبح مظلة إنسانية. اللي بتقوله بكل وضوح هؤلاء قتل الروس، بيقول لك نحن خلي السورية فيما بعضهم، أي سوريين من لم تتلوث يديه بالدماء بشار الأسد أصبح حمامة. يعني ضيفك بينكر أن قتل مليون سوري، بعدين بيكذب ضيفك وبيقول من بدأ الحرب طلعت مظاهرات سلمية 16 شهر حتى تم قصفهم بالطيران. لماذا لم تدخل روسيا لمنعه من القصف؟ طيب، لكن استاذ بسام يبدو لا، لانه انا لا لم يبقى لدي كثير من الوقت. بس فقط كلمه، تفضل. يعني ضيفك يعتقد ان سياسه الكذب تنفع معه بكلمتين باختصار: بوتين مجرم، روسيا مجرمه، لا تصلح لان تكون وسيطا. وعم يحكي عن سفير فورد، هؤلاء شركائه، هم شركاء الروس، هم الذين منعوا وصول السلاح للشعب السوري. نعم. طيب أستاذ بسام، يبدو أيضا أن هناك مشكلة بين الضامن التركي وبين المعارضة بدأت تتبلور يوما بعد يوم بعد الكشف عن ما يحصل في أستانا، لأن الطرف الآخر ربما أنه منسجم. نتحدث هنا عن روسيا والنظام وإيران، هل فعلا هناك نقاط لم يتم حلها بين تركيا وبين هذه الفصائل؟ روسيا تحاول فرض كل شيء حتى على تركيا؟ حتى على تركيا. تركيا إلى ظروفها الخاصة اللي عم بتعاني منها، واستغلت روسيا هذا الظرف. لماذا الأستانة وليس جنيف؟ لماذا يريد بوتين نسف وثيقة جنيف؟ لماذا يأتي بالناس إلى الأستانة ويطلب تشكيل جيش موحد
في بحارة الإرهابي مطلوب إسقاط بشار وعصابته. هؤلاء مجرمي حرب، هؤلاء ارتكبوا جرائم كبرى. نعم. كيف يمكن لشعب في العالم أن يقبل بوجود قاتل قتل مليون سوري؟ كيف يمكن لأي شعب في العالم أن يقبل بوساطة بوتين اللي قتل عشرات آلاف السوريين، اللي دمر سوريا، اللي حكى على المكشوف عن سيناريو غروزني في حلب؟ هؤلاء قتل. اليوم لو كان في قضاء عادل دولي، لو كان في شرعية دولية، كانت ساقط بوتين اليوم على محكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وحتى المعلقين السياسيين والصحفيين هم مجرمين أيضا، لأنهم يبررون هذه الجرائم. بمعنى آخر، كل من يبرر جرائم الحرب هو شريك، من ضيفك إلى بقية المعلقين. طيب داني، أرحب بضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة. دكتور سمير، مرحبا بك معنا. هل هناك حراك بأن يكون أستانا هو بديل لجنيف؟ نعم، يعني لا أعرف إذا ما كان بديل أم لا، لأنه لا يمكن الآن يعني دخول في نقاش من هذا النوع قبل إنجاز تقارب وتفاهم حقيقي حول جدول أعمال الأستانة. من الذي سيشارك حسب مسألة اتفاقيات أنقرة؟ كل هذه النقاط عالقة، ونحن برأيي نناقش جنيف بالدرجة الأساسية. الأولويات برأيي ينبغي أن تذهب باتجاه آخر. طبعا أنا هذا رأيي الشخصي من خلال المتابعة. النقاش حول مثلا مشاركة الهيئة العليا للمفاوضات، كل هذه النقاط ينبغي أن تحسم، وبعد ذلك برأيي ندخل في نقاش أوسع، خصوصا أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون بشكل أو بآخر موجودة، روسيا وتركيا أيضا في الساعة الأخيرة يبدو أن هناك أيضا انفتاح على مشاركة أمريكية. هل المشاركة الأمريكية ستسمح بأنه أن يكون مثلا الأستانة بديل لجنيف؟ لا أظن إطلاقا بمثل هذه البساطة، ولا حتى الأتراك أيضا لن يقبلوا بإنشاء معادلة من هذا النوع. دكتور صالحة، أين الضامن التركي من تلك الخروق؟ لم نسمع كثيرا تعليقات فيما يتعلق بهذه الخروق التي كل فصائل المعارضة تتحدث عنها. يعني أظن أنك أنت الذي لم تسمع، لكن الجميع يسمع ويتابع الآن حجم الجهود التي تبذلها تركيا على الأرض، ليس فقط باتجاه جميع شرائح المعارضة السورية، بل حتى بالتنسيق المباشر مع العواصم العربية المعنية بالرياض. يعني أنا من خلال المتابعة أعرف جيدا أنه هناك تنسيق دائم بين العاصمتين باتجاه تحريك المسائل تحت الغطاء المتفق عليه، والذي هو الآن برأيي نقطة النقاش الأساسي ومركز الثقل في الساعات والأيام المقبلة. قبل نقاش الأستانة لابد من التفاهم حول إنجاز ما اتفق عليه في أنقرة كما قلت لك. وليبدو أنه في الساعات الأخيرة أيضا هناك مفاجآت وتحول أمني وسياسي بهذا الاتجاه. نعم. سؤال أخير دكتور صالحة، هل تعتقد بأن الفصائل ستمضي إلى الأستانة؟ يعني حسب المعلن حتى الآن في الآن ليونة في المواقف، لكن لابد أيضا أن نعرف كما قلت لك من الذي سيشارك، وأن هل هذه المشاركة هي رغبة روسية، تعكس رغبة روسية حقا كما يقال؟ لا أظن إطلاقا أن أنقرة تذهب. طيب وهنا دكتور الاتجاه من هذا النوع، لابد أن تكون المشاركة واسعة، وتأخذ بعين الاعتبار مشاركة حقيقية للجيش السوري الحر، للإئتلاف الوطني. وأن يتم كل هذا بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء العرب والإقليميين لتركيا في مسائل. هذا ما كنت أسألك عنه، يعني من الذي يحدد وفد المعارضة للذهاب إلى الأستانة؟ لابد أن تحدده المعارضة بنفسها أولا، لابد أن يكون هناك، وهذا ما قلناه، ويبدو أن هذا أيضا يتم في الساعات الأخيرة، نقاش بين قيادات المعارضة السورية سواء كان في لقاءات أنقرة أو في لقاءات اسطنبول التي عقدت في الساعات الأخيرة. ونفهم أيضا أن هذا النقاش لا يركز فقط على الشق الأمني أو العسكري، بل على الشق السياسي أيضا. كل هذه التطورات الآن برأيي لابد أن تؤدي إلى نتيجة ترضي المعنيين بالدرجة الأساسية والذين يتحملون ويتحملوا هذا العبء في الملف السوري منذ 5 أو 6 سنوات تحديدا وحتى اليوم. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة، والشكر أيضا
للمعارض السوري بسام جعارة، وأشكر أيضا ضيفي من موسكو الأستاذ فيتشسلاف موتوزوف المحلل السياسي. وفي ملفنا الثاني نبحث في الأسباب التي تدفع بعض المعارضين العودة إلى حضن الوطن، وللحديث حول هذا الموضوع رحب بضيوفي الأستاذ عبد الجليل السعيد وهو عضو تيار الغد السوري والكاتب الصحفي أحمد كامل. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد الجليل السعيد، ما هي الأسباب التي دفعت بعض المعارضين العودة لحضن الوطن بين هلالين؟ مساء الخير لك ولمستمعيك أستاذ محمد. الحقيقة أن هذا المصطلح ربما مصطلح يحاول نشره المحسوبين على النظام السوري، لأن الوطن هو ليس حضن المخابرات السورية، وليس الوطن بطبيعته هو الحاجة إلى تقديم الولاء وفروض الطاعة وأوراق اعتماد جديدة لفروع أمن قام الشعب السوري عليها وعلى نظامها وعلى حكمها وعلى من أنشأها، إنما الوطن هو حرية وعدالة ومساواة يطمح إليها كل سوري قام بهذه الثورة ويدها أو انتسب إليها أو على الأقل تعاطف معها. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نقول إن سوريا وإن كانت يعني الثورة فيها تمر بعثرات ووقفات، ولكن بحد ذاتها هي مستمرة، ومستمرة من أجل بناء وطن حقيقي يطمح إليه هذا الشعب الذي قال منذ اليوم الأول إنه يريد كرامته ويريد إسقاط كل من أسقط هذه الكرامة في معادلة الوطن والدولة. نعم. طيب، لكن سألتك أستاذ عبد الجليل عن الأسباب، لماذا يعني لماذا اتجه هؤلاء، لماذا عادوا إلى يعني لا نقول حضن الوطن، حضن النظام، لماذا رجعوا إلى دمشق ويعني وضعوا أنفسهم تحت تصرف بشار الأسد؟ يعني دعني أيضا أقول لك كلمة عزيزي. أولا، من انطلق إلى تأييد الثورة من عواطف سرعان ما تراجع عنها، ومن انطلق من تأييد الثورة من مواقف سرعان ما ثبت بأنه على موقفه. يعني هناك أيضا كلمة تقال من قبل البعض أنه حينما يرجع أحد، وهم قلة يعني حتى نكون واضحين، إلى حضن المخابرات السورية أو إلى حضن الأسد، يقول البعض انتهت مهمتهم الاستخباراتية وإلى آخره. الحقيقة هم لم يكن لهم مهمة في الأساس، هم فقط أشخاص طاق بهم الحال وقل في يدهم المال وحنوا إلى واقع الشبيحة وردوا إلى أرذل العمر وإن طال. الحقيقة هم أشخاص في الأساس كانوا منبوذين داخل المعارضة، لا وزن لا قيمة لا سياسة لهم لا مكانة، وهذا لا يدلل يعني طبعا على أن كل مؤسسات المعارضة بجملتها الرسمية والموازية صح، ولكن هم أشخاص في الأساس أتوا إلى الثورة ليأخذوا منها لا ليعطوها. هم في الأساس نظروا إلى الثورة على أنها جاه ومنصب ومكانة. يعني آخر هؤلاء الأشخاص مثلا كان الشيخ نواف البشير الذي يقال عنه أنه شيخ عشائر البقارة في سوريا، ورجل شيخ عشيرة لا خلاف على ذلك، ولكن في الأساس الشيخ نواف البشير رجل مفصول من إعلام دمشق منذ عام 2008. الشيخ نواف البشير هو رجل يعني كان له ما له وعليه ما عليه في قضية الذهاب إلى إيران عام 2006 ومحاولة التشيع. الشيخ نواف البشير نفسه يعاني من مشاكل فساد مالي وخلاف كان مع الكرد وغيره حتى خلال الثورة السورية، وهو الرجل قدم أوراق اعتماد لأكثر أكثر من دولة ولم يستطع أن يحز، لأنه يمتلك صفتين ليس جديرا بالإنسان العادي أن يكون بهما، فكيف إذا كان سياسي؟ نعم، لكن يمتلك جانب الكذب وجانب الافتراء على لكن ولذلك وقع أستاذ عبد الجليل. نعم، لكن يعني الموضوع ليس متعلق فقط بالشيخ نواف البشير. يقول يعني هو يقول أنه هناك بعض المعارضين في الخارج يحاولون العودة إلى سوريا للوقوف إلى جانب شعبهم وقيادتهم، إذن الأمر لا يتوقف عند نواف البشير. تماما تماما. ربما يعني حلقة نواف البشير
هي حلقة سبقتها قضية محمود مرعي وميسك ريدي وباسل كويسي ومن قبلهم الكثيرون، وربما نسمع بأكثر من ذلك، ولكن بالمحصلة نحن بحاجة إلى أن نرى أن هذه التصريحات بحد ذاتها وهي تصريحات لا تحمل أي مصداقية ولا تحمل أي استراتيجية قريبة المدى سوى خدمة النظام السوري وعملائه والمحسوبين عليه. ونرى أيضا أن هذا الكلام يجب أن يعضد بالعمل ويعضد بالوقائع. وما نراه أن المعارضة برمتها الرسمية والموازية إذا صح التعبير رفضت هذا التصرف من نواف البشير، وعبرت عن ليس خيبة أملها، عن توقعها بما قام به هذا الرجل، لأنه في الأساس لم يكن طالبا من الثورة بمقدار ما كان معطيا لها، كان دائما يطلب ولا يريد أن يعطي شيء. نعم. طيب هل تعتقد أستاذ عبد الجليل بأنه انتهازية المعارضة وتنفيذ أجندات كما قال نواف البشير هي من دفعت مثل هؤلاء للعودة إلى بشار الأسد؟ يعني عزيزي أنا شخصيا حتى أكون واضح معك، المعارضة مليئة بالأخطاء، سواء كانت في المعارضة الرسمية هيئة وائتلاف وغير ذلك، أو سواء كانت المعارضة الموازية من تيارات وأحزاب وقوى محسوبة على الثورة السورية. ولكن هذا لا يمنعنا أن نقول كلمة حق دكتور محمد، الكل متفق في المجمل على إسقاط هذا النظام، الكل متفق على معارضة الأسد، الكل متفق على دولة حرية ومساواة، الكل في المجمل يطمح إلى علاقات أفضل بين الشعب السوري أنفسهم دون الأسد ودون أي مجرم آخر مستبد أو متطرف أو يعني أو إرهابي، سواء كان دعم الأسد أو لم يدعم الأسد. ولكن أيضا أداء داخل المعارضة مترهل، نحن نسمع اليوم بخلافات واختلافات داخل الائتلاف تؤدي إلى حتى وضع إحدى أو أحد الأعضاء به وهي قيادية في الائتلاف ونائب رئيس ائتلاف كما أعرف، يعني سنيرة المسالمة إلى تم لجنة تحقيق أو لجنة تأديب أو حالة مسلكية داخل الأمر. هناك أيضا فساد مالي عظيم وكبير تمت إغلاق ملفاته في كثير من الأحيان، هناك حالات كثيرة من العمل الانتهازي والعلاقات الشخصية وبنية الشلالية التي أسست وأورثت عملا مترهلا ومؤسفا، هناك أيضا حالات كثيرة عبر عنها في يوم من الأيام يعني ويليام هيك حينما قال للمعارضة السورية لا أفرغ من التكلم مع غليون حتى يأتيني عبد الباسط سيدة، ولا أنتي من عبد الباسط سيدة حتى يأتيني جورج صبرا، ما بالكم بماذا لا تستمرون في العمل بشكل مؤسساتي؟ لا. قالوا ديمقراطيون وننتخب كل 6 أشهر رئيس، قال لهم نحن في بريطانيا ودولة مستقرة كل 4 سنوات حتى ننتخب رئيس حكومة، يعني أنتم على الأقل أعطوا ثقتكم لشخص ما لمدة سنة على الأقل. فالحقيقة كانت هذه حالة من الحالات التي تعبر عن أن المجتمع الدولي كان يطمح، كان يأمل، كان يريد في بعض الأحيان الصادقين منهم إذا اعتبرنا يريدون أن يكون هناك حالة مأساسية في العمل، لا حالة شلالية ولا حالة من بنية العلاقات الشخصية التي أجلب بها إن أردت فلانا وأستبعد بها إن رفضت علانا. نعم. وهذا يعني هذا الوضع داخل المعارضة السياسية الرسمية وغير رسمية أوصلنا إلى هذا الحال. تماما مع كل أسف، خصوصا المعارضة الرسمية التي هي تمثل يعني الثورة السورية أو يعني ينظر إليها على أنها تمثل الشعب السوري. أنت تعرف يعني على سبيل المثال أن السيد خالد خوجة حينما ترأس الائتلاف على سبيل المثال قبل عام افتتح عهده بمحاولة إقالة الحراكيين، نزار الحراكي سفير الائتلاف مثلا في الدوحة وسليمان الحراكي عضو الائتلاف الذي يعني لم يندد أو أيد مجزرة السلمية كما أسموها آنذاك. يعني نجح في الأول فشل في الثاني، قيل له فيها بعد إلزم حدك وقف عندك، ويجب أن تعلم أن السفراء تعينهم الدول ولا في الغالب يعني ولا يعينهم الائتلاف، وقالها في يوم من الأيام يعني مثلا السيد سمير نشار حينما عبر وقال ما دخل الشعب السوري في قضية الائتلاف، الائتلاف تم اختياره من قبل دول ولم يختاره الشعب السوري، فصاحب الولاية عليه هو الدول، إن أرادت أن تبقي وإن أرادت أن تنهي. يعني أنت تسمع بحالات موثقة من التصريحات الرسمية تعكس ما ذكرته من الانتهازية، تعكس ما ذكرته من الحالة يعني اللامأساسية في العمل، خصوصا وأننا نسعى إلى أن يكون هؤلاء المعارضون في بعض الأحيان هم جزء من النظام البديل عن الأسد، يعني هم بدلاء ربما يكونون عن الأسد في مواقع ما وفي حيثيات ما، ولكن بهذا التصرف بهذا الهداء بهذه الطريقة لا أظن أنهم يستطيعون أن يكونوا بدلاء عن رئيس بلدية فضلا عن أن يكونوا بدلاء عن رئيس دولة. يعني أذكر في قصة من القصص أحد الذين يعني باتوا اليوم يحملون الجنسية التركية أعطي في يوم من الأيام مبلغ الافتتاح راديو وهو من المعارضة السورية وعضو في المجلس الوطني، فحصل على الجنسية من وراء الثورة وحصل على المال من وراء الثورة، وجلسنا مرة مع روبرت فورد فقال أين فلان، أعطيناه مبلغا من أجل
الى ان يفتتح راديو في الساحل. فقال يعني قالوا ان فلان قد سرق المبلغ وذهب به. قال انتم يعني كمعارضه من الممكن ان تحكموا بلدا في يوم من الايام، الا يتحمل فلان مبلغا بسيطا حتى يذهب به؟ وترى نفس هذا الشخص اليوم يوزع شهادات حسن سلوك ثوريه ويتكلم بصكوك غفران وطنيه، وهو بعد ان سرق مالا وبعد ان يعني كما يقال شوه جزء من صورة المعارضة لدى حتى الداعم والممول الجزئي في بعض القضايا التفصيلية، فضلا عن القضايا العامة التي سمعنا عن فساد يلفها أو عن ملفات غير يعني منضبطة في العمل الإداري. نعم. تحاتيها. طبعا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد كامل غير جاهز حتى هذه اللحظة. أستاذ عبد الجليل، هل تعتقد بأن النظام سيعمد للتخلص ممن يسميهم البعض الخونة التائبين؟ يعني لا أعتقد أنه يأبه لهم بمقدار ما يريد أن يضمهم إلى صفه، يعني هو سيترك لهم المجال حتى يتكلموا يتحدثوا يظهروا يصرحوا، وإذا سمحت لي يعني حتى ينعقوا بما يسمعون به يعني ما تهواه السنة أو أذان المخابرات السورية، لكن في المحصلة هو لن يقيم لهم أي وزن ولن يعيد لهم حتى مكانتهم التي كانت لهم منه قبيل الثورة. لكن هو يستند إلى تسويق الحالة والقول، يعني في جانب إعلامي أستاذ محمد لو سمحت لي أن أذكر لك، يعني تم الخلط بين في سبوتنيك مثلا وهي وكالة أنباء روسية معروفة تنطق بعدة لغات، تم الخلط بين شخصيتين في المعارضة، بين نواف البشير وبين نواف الفارس، وقالوا في ترجمتهم لنواف البشير إنه رجل كان سفيرا للنظام في العراق، إنما هناك فرق بين نواف البشير ونواف الفارس. نعم، رحب بضيفي الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد مرحبا بك معنا. كما يقول البعض بأن انتهازية المعارضة السياسية وتنفيذها أجندات خارجية هي من تدفع مثل هؤلاء للعودة إلى حضن الأسد. لا هذا كذب. أولاً هدول تهم يعني أنا ماني موافق عليها. المعارضة السورية ليست انتهازية وليست في حضن الخارج. نعم. هي في ظروف صعبة، الشعب السوري مشتت، في انتهازيين طبعاً وفي ناس مرتبطين بالخارج نعم، ولكن نعمم إنه المعارضة وندوخ كلمة معارضة وندخل فيها مهبة ودب، ندخل فيها مخابرات وندخل فيها عملاء في مهام خارجية للنظام وندخل فيها مين ما كان، بعدين نقول المعارضة هيك؟ لا، المعارضة ما هيك. هذا كله ألعيب عم يعملوها ناس في غاية الخبث وفي غاية الدهاء حتى يضيعوا القضية السورية، يميعوا القضية السورية. القضية السورية هي قضية حق وعدل، هي قضية موافق عليها وضحى من أجلها ملايين السوريين، ملايين السوريين، وقضية من أبسط القضايا في العالم كله. سوريا بدها حرية، يعني بدها إسقاط النظام، يعني بدها الشعب السوري هو يختار من يمثله بمنتهى الحرية. غير هيك كل شخص يتنازل عن هذا الشرط، هو شرط وحيد يعني. كان بيودي أنه تتقسم القضية ونقعد بصفقة مع النظام ونحقق 3-4 ونترك 2-3. ما المشكلة أنه غير قابلة للتسوية وغير قابلة للتقسيم وغير قابلة للتأجيل. يا إما بدنا نصير بشر نختار حقنا باختيار حاكمنا وبدون تدخل خارجي وبدون قتل وبدون ضرب وبدون مذابح، يا إما لن نقبل ذلك، لن نقبل ذلك. وكل شخص يقبل بقاء النظام هذا خرج عن القضية السورية. يعني في معارضين مثل جمال سليمان يقبل بقاء النظام ولسه اسمه معارض، ولك يا خي معارض على شو؟ نعم. معارض على شو يعني؟ طيب أستاذ أحمد، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع مثل هؤلاء يعني العودة، أو حتى يعني حتى كما ذكرت حضرتك يعني عندما يقول جمال سليمان يقول إنه بقاء بشار الأسد يعني بالنسبة له شيء عادي، يعني هو مصلحة وطنية. مصلحة وطنية. شلون مصلحة وطنية في بقاء من قتل مئات الألوف، ما بنعرف كم مئة ألف ولكن بمئات الألوف، وشردت من ملايين، هذول بنعرفهم 8 ملايين وبنعرف وين راحوا. نعم. واستخدم أسلحة الدمار الشامل، والجريمة الأكبر جاب احتلالين أجنبيين لسوريا. إذا أنا بقبل بقاءه ولو دقيقة
إذا بعطيه الشرعية ولو دقيقة واحدة، أنا بكون عم بعمل سابقة إلو إنه يرجع يرتكب هالجرائم مرة تانية، وعم بعطي شرعية لأي واحد آخر إنه من حق الحاكم أن يفعل كل ذلك، وهذا شيء مرفوض أبدا، مرفوض أبدا. سوريا ما بتعود دولة، ما بيعود مجتمع إنساني إذا قبلنا بهذا إنه اللي فعله بشار الأسد شيء شرعي ومعقول ومقبول. لا معقول ولا مقبول، وبخلطوا بجذبوها يعني عن قصد، ما بين يعني نزع الشرعية عن النظام، رفض ما يفعله النظام، وما بين إسقاط النظام. بيقول لك أنا ماني قادر أسقط النظام. إذا ماني قادر أسقط النظام، هذا ما معناته أقوله أنت شرعي. أنا ممكن أرفض شرعية النظام إلى الأبد، ورح أرفضها طول عمري إلى الأبد. هلأ إسقاط النظام موضوع آخر. نعم أستاذ أحمد، حتى يعني لو تغيرت الموازين و يعني نرى ما نرى الآن من تخاذل، حتى لو إجت الكرة الأرضية كلها من تخاذل، يعني لو إجت الكرة الأرضية وهي تقريبا نص الكرة الأرضية إجا لدعم النظام، لن أقول له أنت شرعي، لن أقول. يمكن يبقى هو بقيان في بعض المناطق، وفي مناطق رح يبقى فيها كتير مثل الساحل السوري مثلا، ولكن الشرعية شيء وإسقاط النظام شيء آخر. الاستهبال اللي عم بيعملوه البعض بخبث إنه أنا ما قدرت أسقطه أو طولت شوي أو كلفت شوي، خلص بقبل شرعيته وبصير معه. لا، الخيارات ليست إما مع النظام وإما إسقاط النظام، في خيارات أخرى، في خيارات أخرى إنه أنا أرفض شرعية النظام. هذا سفاح، بدي أضل أسميه سفاح، ما رح أسميه الرئيس السوري لو بشنقوني، ما رح أسميه. ولكن إسقاطه موضوع آخر، ما تحطني أمام الخيارين، يا أما بدك تقبل النظام وتشتغل معه وتصير عميل له وتابع له، يا أما بدك تسقطه مع خلال 10 دقائق. لا، ما فيني أسقطه خلال 10 دقائق. وفقاً، ولن أقبل شرعيته إلى الأبد، لن أقبل شرعيته إلى الأبد. وإسقاطه مسألة بحاجة لوقت وبحاجة لجهد وبحاجة لتضحيات، وهذا الشيء ما اخترته أنا، الظرف التاريخي هيك حكم. فالشيء كتير أساسي إنه هدول المهزومين من معاذ الخطيب ومن سميرة مسالمة ومن اللي راحوا على موسكو الآن، اللي موجودين بموسكو الآن، العقيد مصطفى ما بعرف شو وآخرين وجمال سليمان ونواف البشير، يا أما معك وقت سقط النظام، يا أما خلص اقبل به وأعطيه الشرعية. لن أعطيه الشرعية ولن أقبل به إلى الأبد، لا هو ولا كل واحد يتصرف بهذه الطريقة. مسألة إسقاط النظام هذا موضوع آخر، ببذل فيه أقصى جهد، وممكن تصل للحظة ماني قدران أسقط النظام، ما بسقطه ولكن ما بعترف فيه، لن أعترف به أبدا، لن أعطي شرعية لأفعاله أبدا. إلى الأبد. طيب، إلى الأبد، لا هو ولا غيره. دعني أنتقل إلى الأستاذ عبد الجليل. أستاذ عبد الجليل، لا يفيد التلويح بالعامل الأخلاقي كما قال الأستاذ أحمد، لأن من يقرر الاصطفاف مع نظام قتل مئات الآلاف لا ينظر إلى الأمور بمعيار الأخلاق. يعني من الطبيعي أن نتحدث عن إجرام النظام، ومن الطبيعي أن نوصف هذه الحالة التي حتى المجتمع الدولي، يعني فضلا عن السوريين أستاذ محمد، بات يعرف هذه القضية وبات يعرف مدى التصرفات وطبيعة وعقلية وعنجهية هذا المستبد. لكن الجديد ربما المفيد في هذه الناحية هو أن الحالة السورية في العموم ليست حالة فقط مبنية على مواقف البعض أو تصريحات البعض، يجب أن يناقش الأمر من جانب ومن زاوية أخرى. يعني نحن نعلم أن الثورة ربما تطول، ويعني طول مدة الثورة ربما أتعب منهم في الخارج من الشعب السوري فضلا عن منهم في الداخل، ولكن هل التراجع أو التزحزح قيد أنملة عن الجانب الثوري أو عن المواقف الثورية يدفع بسوريا نحو الأفضل؟ هنا السؤال. يعني يعني هناك كثير مثلا من المعارضة السورية على سبيل المثال تؤمن بالثورة وتؤمن بالعمل الثوري، ولكن دائما تنتظر المبادرة الدولية، تنتظر العمل الدولي، تنتظر يعني أن يقود مثلا السيد أردوغان الثورة السورية لهم، تنتظر أن يقود لهم مثلا أي حاكم وأي رئيس الثورة السورية. يعني هؤلاء الأشخاص مين هدول؟ اذكر لنا أسماء. بالله اذكر لنا أسماء، مين هدول؟ يعني أنا لا أريد أن أدخل
في إطار ذكر الأسماء سيد أحمد بمقدار ذكر الحالة الوطنية. يعني الحالة الوطنية تستوعب أننا بحاجة إلى أن نعمل شركاء مع الدول ولسنا نعمل عملاء عند الدول. يعني البعض يريد أن ينتصر له الغير وأن يتقدم الغير في قضيته وهو يعني جالس في مكانه دون أن يحرك قيد أنملة. يعني في سبيل المثال يعني في قضية الاتفاق مع الروس اليوم أو يعني دعنا نسمي حالة وقف إطلاق النار، ماذا لو كان هذا التجاوب مع هذا الأمر قبيل كارثة حلب، قبيل أن تخسر المعارضة وتخسر القوى الثورية مدينة بما كانت وبوزن مدينة حلب. اليوم الكل سيذهب إلى أستانة من الفصائل الموقعة تحت إطار مقترح تحدث عنه بوتين، وبوتين بنظر السوريين اليوم محتل ومجرم وقواته تصول وتجول ذبحا وقتلا في الشعب السوري إلى جانب النظام. لكن يجب أن تعلم أن طريق أستانة نفسه هو معبد بقرار أممي اقترحه بوتين وتحدث عنه بوتين، ويعني أيضا ناطقة باسم خارجيتي قالت لا مكان للأسد في جدول أعمال أستنى مثلا. يعني إذا هناك حالة من التفاعل أيضا من قبل المعارضين، يقول لك لماذا حينما يذهب فلان يصبح الحالة ثورية وحينما يذهب علان تصبح الحالة غير ثورية. نعم. إذا أيضا المعارضة مدعوة للمراجعة في كثير من أجندتها وبنودها لكي ترتقي إلى ما يقدمه شعبنا الشعب السوري كشعب من تضحيات على الأرض، سواء كان في الميدان أو سواء كان في الصبر. نعم. على طيلة مدة هذه الثورة وصعوبة الإنجاز والإيجاز بتحقيق مطالبها، لأن المجتمع الدولي على سبيل المثال نفسه في غالب الدول غير متشجع للتغيير في سوريا. يعني وكأن وبالتالي علينا أن ماذا؟ علينا أن نحاور موسكو، يعني نحاور إيران، نحاور النظام. يعني في المحصلة أنت اليوم حينما تذهب إلى حوار أي دولة تعتبر نفسها وصية على النظام السوري يجب أن يكون هناك معايير لهذا الحوار. يعني أنت حينما تحاور الروسي كمحتل لسوريا فرق كبير بينما أن تحاور الروسي كضامن وكميسر للحوار. يعني الروسي هو محتل وهو رجل بالنسبة له أو يعني هو جيش بالنسبة له متواجد على الأراضي السورية، فأنت هناك فارق بينما أن تحاوره كمحتل وبينما أن تحاوره كضامن. يعني فارس الخوري الله يرحمه شكري القوتلي وغيره من رجالات الاستقلال ذهبوا ليحاوروا فرنسا، وفرنسا كانت تحتل سوريا كما تعلمون. لا. لم يمنع ذلك من وصفهم بالزعماء الوطنيين حتى اليوم. طيب. ولم يمنع ذلك من وصفهم بقادة الاستقلال، ولكن هناك فارق بينما بين أن تذهب إلى أستنا أو إلى موسكو على مقاييس الروس بينما أن تذهب على مقاييس الثورة ولكن بواقعية سياسية تطمح من خلالها إلى إيجاد حل. نعم. فهذا فارق. طيب. كبير جدا جدا. أستاذ أحمد أعطيك حق الرد. طبعا فضل. لما المقاتلين الآن عمال يتفاوضوا مع المحتل الروسي هذا اسمه مفاوضات وقف إطلاق النار ووقف وهدنة. المفاوضات العسكرية يقوم بها العسكر مع العدو. نعم. أنت ما بتعمل هدنة مع صديقك، أنت بتعمل هدنة مع عدوك. فاللي عم بيعملوه الشباب الآن في أنقرة عملته فرنسا مع النازي، هذا لا يعطي يعني اعترافا بالاحتلال أبدا، لا الإيراني ولا الروسي، ولا يترتب عليه نتائج سياسية. العمل السياسي سوف يكون في جنيف وفي إطار الأمم المتحدة وفي إطار اتفاق ما عملته روسيا. لا. اتفاق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وكل والمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذا اللي قبله الشعب السوري. جنيف ولم يقبل الأستانة. الأستانة هي منطقة خاضعة لروسيا وسوف تفرض ما تريده روسيا وهذا مرفوض. الشباب الآن اللي عمال يتفاوضوا مع روسيا هن عم بيتفاوضوا على وقف إطلاق نار، عمليات عسكرية، وهذه لا تتم إلا مع الأعداء. لا تتم، ما في وقف إطلاق نار مع الأصدقاء. لا. فقط مع الأعداء. لكن... ولا يترتب عليها شيء. وقف إطلاق النار لا يترتب عليه حدود. الآن الخطوط التماس، خطوط وقف إطلاق النار ليست خطوط دولة سورية. لا. أبدا. طيب. خلينا لكن... نحكي بصراحة لن نقبل بشار الأسد أبدا، لن نقبل الحكم الطائفي أبدا أبدا، حتى لو كان انتصر عسكريا وهو ما انتصر عسكريا لسه.
الشباب طلعوا من مدينة حلب إلى محيط مدينة حلب فقط، والناس كانوا صرعونا سنين وهن عم بيقولوا لنا لازم يطلعوا برا، الصح انه يطلعوا برا المدينة، غلط يكونوا داخل المدينة، خلي العمليات خارج المدينة. ولما طلعوا خارج المدينة اعتبروا هزيمة الهزائم اللي لازم يتغير كل شيء بعدها. يعني انا حقوقي ومبادئي ما بتكون حسب ميزان القوى يا جماعة، بتكون حسب الحق والباطل، بتكون حسب الإنسانية او عدم الإنسانية. الروسي، النظام الروسي والنظام الإيراني عم يقترحوا علينا انه نرجع عبيد لبيت الاسد، انه نرجع لسوريا ناقصة، لسوريا رايح منها 8 ملايين طيب وداخل فيها مليون شيعي. استاذ احمد شيعي. هل هذا يدفع كثير؟ هل سوف من نقبل ذلك؟ لن نقبله. طيب. بعدين بنحكي شلون بدنا نواجه المحتل وشلون بدنا نواجه النظام، هدول موضوعين مختلفين تماما. قبول اعطاء شرعية للتطهير الطائفي والعرقي اللي صار بسوريا، هذا شيء، والاحتلال الأجنبي هذا موضوع، وكيف نواجه هذا الموضوع شيء آخر. يعني بفلسطين 100 سنة والفلسطينيين ما قابلين بحقيقة وجود إسرائيل. نعم. ممكن أنت يعني موقفك شيء وتنفيذه شيء، مثل ما قال محمود درويش، فلسطين التاريخية سوف تبقى لنا، ولكن نحن عم نشتغل هلأ بوقف إطلاق نار وعمليات لا تعطي شرعية للمحتل أبدا. لن نعطي شرعية للمحتل الإيراني أبدا مهما كلف الأمر، حتى لو خسرنا كل سوريا لن نعطيهم، لم نبطم على سوريا جديدة فيها مليون شيعي مستورد ومن ملايين سني. طيب. أستاذ أحمد، سؤال أخير، هل تعتقد بأن هذا الحراك الروسي التركي هو من يدفع بعض المعارضين للعودة إلى حضن لا لا اللي رجعوا حتى الآن؟ أولا شخصيات هزيلة وقليلة العدد، ومبسوط جدا أنه رجعوا، بناقص منهم. يعني كان غلط دخولهم في المعارضة السورية، المعارضة السورية والشعب السوري ارتكب خطأ جسيم، وهو أنه رحب زيادة عن اللزوم بالمنشقين عن النظام كتير، وعطاهم مناصب ما بيستاهلوها، ودخل جراثيم إلى جسم المعارضة وإلى جسم الشعب السوري، ما كان لازم يعمل هالشغلة. والآن لما عم بيرجعوا هدول كتير كويس، شي كتير حلو، عم بنظفوا جسم، مثل ما قال كاتبنا العظيم زكريا تامر اليوم، انه هدول مثل الجرذان اللي بتهرب لما بتعتقد انه السفينة رح تغرق. كتير كويس، وقال هذا من اجمل ما يكون، خليهم يهربوا، خليهم يرجعوا، كتير شيء جيد، وعدد قليل وتأثير محدود. أشكرك. وهن ضروا ولم ينفعوا، الحمد لله أنه رجعوا، أشكرك. يرجعوا كلهم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أحمد كامل، وأشكر أيضا الأستاذ عبد الجليل السعيد عضو تيار الغد السوري. إذن مستمعينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم ملف اليوم السابع، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. ملف اليوم السابع.